كبد ولا فشل كبد. انا جايب الصورة دي عشان الاخت الفاضلة اللي قالت قطرة ماء. شوفوا الصورة دي، شوفوا النهر، لا شوفوا النهر معمول ازاي. شفت النهر مبطن بالرخام، ما تلاقيش في المية حاجة، انت مش فاعل الطبيعة حاجة بك. مش هقول لكم دي فين، دي في بلد انا كنت حاضر فيها ومكرم فيها. ده المنظر بتاع النهر، ده المية. شوف النهر عندنا استاذ نبيل ده في الدلتا. كان نفسي السيد المحافظ يبقى موجود يشوف البيئة هنا على اليافطة دي. نعم لرجل المبادئ احد اعضاء مجلس الشعب من فترة، جات اليافطة على كوبري تحتيه القذارة في النيل. انا ما بقولش الدولة المسؤولة، احنا المسؤولين. المواطن المصري ما يحللوش ان يرمي الحيوانات الناطقة والزبالة بتاعته والمجاري بتاعته في المية. شفت على بعد، انا وقفت على المنطقة على بعد 500 متر من المنطقة دي في مكنة تحلية مية شرب. ونقعد نقول فيروس سي، هذا هو الوباء مش فيروس. فيروس سي سبب، انما ده اخطر من فيروس سي. اللي بيطبلوا في فيروس سي يطبلوا هنا. احنا بنشرب سموم، واحنا الشعب اللي بيخلقه. مفيش قوانين رادعة لمنع هذه الكارثة، وده السبب في انتشار مكانة المية موجودة. ايام قدماء المصريين ما كانش عندهم اورام كبد، ما كانش عندهم تليف كبد بالمنظر ده. او حمار نفق، ليه احنا ليه نرمي؟ ما نحرقه، نعمل له حفره ونحرقه فيه، ليه نحطه في الميه؟ ده مجرى رئيسي عند الفيله، بعد الفيله بشويه في المجرى الرئيسي بتاعنا. هذا المنظر اللي احنا عايشينه. شوف كميه الزباله اللي المواسير الحاجز اللي حجزها في المايه.